السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة جايب لكم عرض جديد مجاني 1000000%، مجاني حط تحتيها 1000000 خط. العرض النهاردة هو نشوف سوا دلوقتي، نفتح الحدث ده. العرض يا جماعة مجاني 2 كوبون و600 جولد وتلاتة اللي هي المظلة، الإشعار بتاع المظلة ده. دوسة واحدة استلمنا العرض كده، استلمنا العرض مجاني. طيب ايه تاني هنا؟ ده تسجيل يومي لمدة 7 ايام، اخر يوم اللي هو السابع بتاخد اللبس اللي هو بتاع الصرصار ده، اليوم السادس بتاخد صندوقين اللي هو العادي، اليوم الخامس 5 صناديق، اليوم الرابع زي ما انت شايف الاتنين اكس بي، اليوم التالت اللي هي بتتخطى ايه مهمات الموسم السابع 20 ار بي، واحدة اكس بي في 2. دي هنستلمها دلوقتي كده، استلمها تمام. ده العرض مجاني يا جدعان 1000000%. هنا تفضل فاتح اللعبة 150 دقيقة تستلم الصندوق واللي بتخطى المهمات و2 كوبون تاني. تفضل فاتح بس 150 دقيقة، مش شرط انك تلعب، ممكن تسيب الايميل مفتوح 150 دقيقة تستلم ال3 هدايا دول. لازم تبقى فاتح الايميل على الفي بي ان عشان يتحسب لك. طيب العرض ده نجيبه ازاي؟ العرض ده الفي بي ان اللي بنستخدمه هتفتحه على تايوان وتفتح العرض تستلم الهدايا، مفيش اي مشاكل يا جماعة، العرض مجاني مفيهوش اي مشاكل. هنفتح الصندوق طبعا، دي ايميلات انا بجرب فيها الاساسي، ايميلات بيبقى ما عملتش فيها المهمات فبفتح اعملها قدامك الشرح يبقى اوضح. ايه الجديد عليك يعني؟ الميل ده بصراحة كان حظه حلو، طلع له اللبس ده، لبس الجودزيلا طبعا. الميل عادي من اللي هما بيبقوا معاك زيادة بتفتح تظبطهم، كسب اللبس. الميل الاصلي اللي عفرت عشان اجيب اللبس معرفتش اكسبه. قبل ما ننهي الفيديو يا جماعه، الناس اللي بتسال على الفي بي ان اللي انا بستخدمه، في بي ان مجاني اسمه فلاي في بي ان، في في بي ان تاني بستخدمه برضو، اللي حابب الفي بي ان يعلق وهرفع له لينك الفي بي ان، مجاني يا جدعان وما بيوقفش يعني شغال على طول، بيحتاجش تحديث ولا ان انت تدفع بعد اسبوع والكلام ده، لا مجاني. لو عجبك الفيديو لايك، ما عجبكش علق وقولي ايه اللي معجبكش، مش عيب ان انا ابقى غلطان، بس العيب ان انت تشوفني غلطان وتسكت. لا، لو في حاجة معجبتكش في الفيديو قولي عشان اعدل من نفسي، وهي عرض ان شاء الله جديد هرفعه لكم، وشكرا ليكم.